فيما يخص الشكاية، هي هذه الشكاية اللي وصلنا للرئاسة العامة ديال النيابة، رئاسة ديال النيابة العامة بالرباط، وهذا الوصل ديال التوصل والمعالجة ضد المسمات ندى حسي يوتيوبرز مغربية مشهورة. احنا ما عندناش، شوف ما عندناش احنا شي 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 خلفيات من وراء هادشي هذا، لا، هاد ندى حسي تيارة مغربية، تيارة منا وعلينا، ولكن لكل مقام مقال. ما يمكنش ليا لانك تجي وتقولي ليا راه كنستحمرك ونخلي لك دوز كوك فابور، وانت كتخلصي بزباب الفلوس كيما قلتي. وكنشكروا المغاربه على التفاعل ديالهم، وكنعاود ناكد لكم ايها المغاربه راه حنا غيورين على هذا الوطن وغيورين على الشعب ديالنا، وراه والله ثم والله ثم والله حقكم ما يضيعش مادام حنا الحمد لله قائمين عليه بجهد الله وبتوفيق من الله. وعاش الملك، والله ينصر المؤسسات ديالنا اللي كيساهموا معنا في حماية المواطنين وحقوق المواطنين. السلام عليكم. دريس وغريس، الرئيس الإقليمي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب، أعمال المحمدية. أولا قبل كل شيء كنبغي نشكر المغاربة، جميع المغاربة، لأنه حتى هو بذيك الغيرة دياله على المواطن المغربي ما قبلش على ان يوتيوبرز او لا شي واحد مثلا عنده صيت او لا عنده شهره، وهذيك الشهره ما كسبها الا من المغاربه، والا الحمد لله هما متعاطفين. المغاربه ديالنا حنا راه ناس مزيانين متعاطفين بزاف، وتعاطفوا مع هاد الناس هادو، وتعاطفوا مع هاد البنت هادي بالاخص، وداروا ليها لو بوز، وداروا ليها داك باش الناس كتجيب داك الربح عبر اليوتيوب وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. المشكل العويص والإهانة اللي تلقاوها المغاربة من طرف هاد السيدة هادي ومعها واحد المجموعة، هما تقريبا شي أربعة ديال اليوتيوبرز، هما دخلوا في واحد المتاهة اللي هي متاهة شوية كنسميوها قلة العرض. احنا كمغاربة ما كنرضاوش، وعندنا غيرة على وطننا وعلى الشعب ديالنا، ما كنرضاوش شي واحد يقول علينا شي كلمه خايبه. فماذا بك كيفاش غنقولوا حنا على وحده مغربيه المغاربه عاونوها نسات الظروف ديالها اللي كانت كتعيشها واحد الوقت، ووقفوا معها المغاربه كاملين اللي كنشكرهم من هذا المنبر، كنشكرهم بواحد الحراره، وقفوا معها ولات كتصور الفلوس وكتعرف شنو هي الفلوس وكبرات بنيتها والله يخليها ليها. ولكن مع كامل الاسف انك تنوضي وتقولي انا وفلان 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 كنستحمروا المغاربه، عيب والله عيب. راه غتشوهوا بينا مع ناس اخرين على برا الجهه اخرى ما كنرضاوش بها. حنا راه شعب ديال الكرم، حنا شعب ديال المعامله، شعب ديال التعامل، شعب ديال التعايش، ماشي تسبني وتعايرني، ماشي من شيام ديال المغاربه. وبهذا الصدد هذا وكما غادي تتابعوا ان شاء الله وغادي تشوفوا، راه وضعنا الشكاية عبر البريد الإلكتروني في الرئاسة ديال النيابة العامة بالرباط ضد ندى حسي اليوتيوبرز المغربية المشهورة اللي شهروها المغاربة. وهاد الشكاية هادي راه دابا في طور العلاج، ووضعناها غير اليوم لأن كنتسناو حتى وصلتنا الموافقة ديال الأمانة العامة اللي زكاتنا حتى هي بالتفويض، والحمد لله رحنا وضعنا دابا الشكايه وغادي نتسناو ونشوفوا المعالجه ديالها. الا ما كانش راه غادي نعاودوا نراسلوهم عبر البريد، الا ما كانش راه غادي نهبطوا للرئاسه ديال النيابه العامه ونوقفوا على الشكايه. وكنتمنى على ان المغاربه يتفاعلوا مع هذه المساله هذه، لان هذه كرامتكم المغاربه، راه ليس من هب ودب يجي ويقول علينا كلام اللي هو طايح وساقط. هذا راه كلام ساقط، باش نقول لك على انني كنستحمرك، كلام ساقط، كلام ما كيتقالش، عيب علينا اننا نقوله. الله يجازيكم بخير اخوتي المغاربه، كونوا واعيين بان هذه المواقع ديال التواصل الاجتماعي راه ما دارتش على قبل التفاهه، راه دارت على قبل الافاده،
راه الناس الغربيين كانوا كيقولوا راه خايفين على دول ديال العالم الثالث اللي هما حنا منهم من هاد الحداثه ومن هاد التكنولوجيا ومن هاد العولمه وهذه وما بينوش لهم راه فعلا حنا هاد العولمه وهاد الحداثه وهاد التكنولوجيا جراتنا غير التفاهه. لا نستغلوها نعلم ولادنا كيفاش يتعاملوا بها ماشي نعلموهم كيفاش يسبوا بعضياتهم بها ما نعلموهمش كيفاش يربيوا العداوه بيناتهم ما نعلموهمش كيفاش يديروا الفتنه وما قامت به هذا الندى حسي ما هو الا فتنه. وجزاكم الله بخير وبشركم مبروكه وتبارك الله عليكم والسلام عليكم.